مثيرات وقويات وذوات قوى خارقة، بطلات أسطوريات في حقل ذرة أو الرجل العنكبوت في مخزن التبن أو بشخصية وولفرين في بيت بلاستيكي. يظهر تقويم المزارعين الشباب لعام 2019 مزارعات من بافاريا والنمسا كأبطال الريف، يقدمن تقويمهن الجديد في المصنع الملكي للبيرة في ميونخ. فكرة التقويم لهذا العام بسيطة، وهي إظهار الأعمال الزراعية. فكل مزارع يقوم يومياً بعمل هائل من الصباح الباكر وحتى المساء، وهذا ما قمنا بعرضه تحت شعار أبطال الريف، وذلك لتوضيح كم العمل الذي نقوم به نحن المزارعات. تم التقاط الصور في مزرعتين في بلدة فيلسهوفن البافارية، وكانت تجربة غير عادية للعارضات الهواة الست من بافاريا. وكذلك الأمر لابنة 21 باربارا ميكديفراو التي كانت ضمن المتقدمات 150 لمسابقة القبول. الإشارة للزراعة في هذا التقويم أمر جيد، فلا يمكن لأي شخص أن يشارك فيه ويقول إنني الآن مزارع، كما تم التحقق من المشاركات أنهن من أصول ريفية. نشأت باربارا ميكديفراو في هذه المزرعة في بلايشاخ في منطقة أوبر ألغاي، ولا تزال تعمل في مزرعة والديها وأجدادها، فهي تهتم مثلا برعاية البقرات العشر وتريد لاحقا مواصلة إدارة المزرعة. لا علاقة للعمل اليومي في المزرعة بإخراج تقويم المزارعات الشابات. يصدر التقويم سنوياً منذ عام 2001، وكان حينها في النمسا فقط، وبالإضافة إلى تقويم النساء تصدر طبعة أخرى للرجال، وسر نجاحها أنها صور إغراء مع كليشيهات لمزارعين من الطراز القديم. إعلانات الصور الجنسية المثيرة ليست جديدة، كأن يكون الرجال عراة الصدور مع حيوانات كرجال الإطفاء الأستراليين هؤلاء، أو بحس فكاهي كنادي أصحاب اللحى الكندي وتقويم البحارة، أو بجذب جنسي مضمر. غالبا ما يستهدف هذا التقويم مجموعة من الناس ممن يعلقونه في المكتب، كما يوزع بشكل انتقائي أو يمكن شراؤه، أي أنه غالبا ما يستهدف جماعة من الذكور. ونرى هنا أنه لا يزال بالإمكان شد الانتباه أو الاهتمام من خلال ذلك التقويم القديم للصور المثيرة أو لفتيات عاريات. يدرس أندرياس بيتسكين تأثير الجنس والأدوار الجنسية في الإعلانات، ويقول إن النهج التسويقي بالجنس لا يزال رائجا، وإن ثلث النساء في الإعلانات يتم عرضهن جنسيا. عندما أنظر إلى الأمر على الصعيد الفردي، فأنا أخاطب هنا أساساً أدنى غريزة لدى الإنسان، وهذا الأمر حظي بنجاح قبل 100 عام من الآن، وسيبقى كذلك 100 عام أخرى. أما على الصعيد الاجتماعي، فعلينا أن نقيم الأمر اليوم بشكل مختلف ونقدي أكثر، وذلك إن كان لا يزال هذا فعلاً شيئاً مرغوباً فيه ويمثل صورة معاصرة للرجال والنساء. ربما يكون هذا هو سبب سلوك البعض طرقا جديدة، فتقويم الإثارة السابق البطاطا المغرية لمزارعي البطاطا البافاريين أصبح اسمه عام 2019 فن البطاطا، ويعتمد على الفن والإسقاطات. لا يعتزم المزارعون الشباب في بافاريا التخلي عن التعري مستقبلا طالما أنه موافق لنهج التسويق. لا يزال الأمر يخدم هذا الشعار، وقد أصبح هذا العام مناسباً أكثر مع صور لعارضات أكثر حشمة، وقد يبدو الأمر مختلفاً في عام آخر وبشعار مختلف. تقويم مثير أم متحيز جنسياً؟ في كل الأحوال نجح الناشرون في شيء واحد، المزارعات جعلن الزراعة أكثر جاذبية.